اليوم طبيعة الحال النقابة الديمقراطية العاد مناضليها ومنخرطيها وموظفيها والمتعاطفين كانوا على موعد تنزيل برنامج نضالي اللي هو المسيرة الوطنية. المسيرة الوطنية للأسف قوبلت بالمنع، واللي هو منع بالنسبة لي إنما يكون إلا أنه مدان ومرفوض وغير مبرر، لأنه اليوم الفضاء العام والشارع العام كيبقى متنفس ديال 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 الشغيلة ديال الجماهير عموم الكادحين باش يعبروا على مطالبهم بشكل حضاري ومسؤول. بطبيعة الحال حنا في المكتب الوطني بعد التداول ارتأينا تحويل هذه المسيرة إلى وقفة، لأنه هدفنا أن تصل الرسالة، هدفنا أن تصل الرسالة للحكومة اللي متعنسة، وزارة المالية اللي متعنسة النساء، من اجل اخراج النظام الاساسي المحفز والمحصن واللي متوافقين حوله مع وزير العدل السي عبد الطيف وهبي. كاين توافق على هذا النظام، حنا كنطلبوا هذاك النظام اللي توافقنا فيه مع وزير العدل، الحكومه تخرجوا لنا، ونحن مستعدون للتفاوض والحوار اي لحظه من اجل هذا الهدف النبيل والسامي واللي غيخدم طبيعه الحال العداله والمرفق العداله والاداره القضائيه عموما. الاستاذ وهبي بطبيعه الحال كنتمناو انه يزيد يضغط من جانبه، لانه دابا كما قلت هذا اتفاق بينه وبينه، يزيد يضغط كما كنضغطوا حنا من اجل يعني حمل الحكومه واساسا وزاره الماليه تستجيب لهذا الملف المطلبي، لانه الملف ما يمكنش يبقى عالق، ما يمكنش تحلوا الملفات ديال القطاعات كامله ويبقى الملف كتب بالضبط في الشارع. حنايا اليوم هنايا امام باب وزاره ديال العدل جينا كننفذوا جزء من البرنامج النضالي ديال النقابه ديالنا اللي تقرر مسبقا، اللي هو 3 ايام ديال الاضراب اللي حنايا في اليوم الثاني ديالها، والوقفه امام وزاره العدل. كنتمناو انها تكون مسيره في اتجاه وزاره الماليه. جينا اليوم كعدليون وكعدليات باش نطالبوا بنظامنا الاساسي اللي متفقنا عليه في اطار الحوار القطاعي مع السيد وزير العدل والسيد الكاتب العام والوزاره بصفه مسؤولين ديال الوزاره بصفه عامه. جينا اليوم باش نقولوا ان تم التراجع على المتفق عليه، جينا نقولوا باش اننا ما غاديش نسكتوا، واليوم الا كان رد الفعل ايجابي وكان تجاوب من الجهات المعنيه راه غادي حنا منفتحين على الحوار ومنفتحين على اي بروبوزيسيون الا كانت كتجاوب مع على التطلعات ديالنا. سينو راه غيكون مجلس وطني مورا الوقفه وغادي يتحدد فيه البرنامج النضالي للمستقبل. ما يمكنليش نجزم لا بالاجابه لا بالقبول، لان البدايه ديال المعركه والبدايه ديال التعديل ديال النظام الاساسي كان تجاوب ايجابي من الجهه ديالو، وفي مراحل الحوار القطاعي كان تجاوب ايجابي، ولكن من بعد تم التراجع. حنايا كنتفهموا ان كاينين واحد الجهات اللي حكوميه واطراف متدخله، لا وزير الماليه لا رئيس الحكومه لا كل شيء، دونك ماشي بسببه هو بوحديته، ولكن حتى هو كيخصو يكون مدافع شرس على النظام الاساسي ديالنا، لاننا نستحق. راه الوزاره ديال العدل راه واحد القطاع اللي حيوي، وهيئه كتابه الضبط تستحق الافضل. تنادي النقابه الديمقراطيه للعدل يومه الاربعاء 4 شتنبر 2024 مسيره وطنيه حج اليها مختلف المناضلات والمناضلين من كل محاكم المملكه المغربيه الشريفه للقول بضروره اخراج النظام الاساسي لهيئه كتابه الضبط المتوافق عليه مع السيد وزير العدل، ورساله للسيد رئيس الحكومه وللسيد وزاره الماليه بضروره المصادقه واخراج النظام الاساسي لهيئه كتاب الضبط كما تم التوافق عليه مع السيد وزير العدل. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.